عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي موقع موطني نيوز، كنتواجدوا الآن بمقبرة الصخيرات بمركز مدينة الصخيرات. كما كتشوفوا وكما كتعرفوا بأنها هذه المقبرة يعني من أقدم المقابر بمدينة الصخيرات. الساكنة هذه المنطقة كتطالب بإحداث مقبرة جديدة، يعني هذه المقبرة هذه يعني مملوءة عن آخرها، دون أن ننسى الوضع الكارثي اللي كتعيش عليه من ناحية الأزبال، من ناحية العبث بالقبور، من ناحية النفايات والحشرات والزواحف. الأكيد بأنه مقبرة الصخيرات يعني بحاجة لتدخل الضمائر الحية. وهنا كنوجه النداء للسيد والي ولاية الرباط السيد محمد اليعقوبي، المعروف بالنزاهة ديالو والكفاءة المهنية ديالو، كنتمناو أنه يوجد حل في أقرب وقت لمقبرة الصخيرات. من حق ساكنة الصخيرات أنها تكون عندها فضاء فين تدفن الموتى ديالها، فضاء اللي نقي، فضاء اللي يمكن أنهم يجيو ترحموا على عائلة ديالهم في ظروف جيدة. المقبرة الحالية اللي جات في مركز الصخيرات كتنبعت منها واحد الروائح ديال النفايات، بالإضافة الوضع الكارثي، الحشائش، النباتات الضارة وبعض المخلفات اللي كتبقى دون تدخل. هذا النداء هذا الأكيد بأنه السيد والي ولاية الرباط هو الأمل، هو السيد عامل عملة صخيرة تمرة. كنتمناو أنهم يلقوا حل في أقرب وقت لهذه الأزمة المستعصية. أغلب القبور في وضعية كارثية، كاين بعض المقابر، كاين بعض القبور اللي الأسماء ديالها ما بقاتش بادية للعيان. أكيد بأنه الصورة توضح. كنتمنى من السيد والي ولاية الرباط السيد محمد اليعقوبي والسيد عامل عملات الصخيرات تمرة أنهم يلقوا حل في القريب الآجل من أجل إحداث مقبرة جديدة يعني كتليق بأموات المسلمين ومدينة الصخيرات. وضعية كارثية كتعيشها مقبرة الصخيرات في مركز المدينة. أحد الأعوان هنايا قال لك بأنه أثناء حفر أحد القبور تم العثور على عظام بشرية. كنتمناو النداء ديالنا إلقاء آذان صاغية من لدن السيد محمد اليعقوبي والي ولاية الرباط والسيد عامل عملة صخيرات تمرة لما عهد عليهم من تدخل ناجع العديد من الملفات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.